ذهب به الدكتور غالب، أنا أتوقع أن الذي سوف يتم اختياره اليوم ستمضي معه سوف سيمضي معه الإطار التنسيقي. نحن علينا أن لا ننسى، ليس هنالك فقط الفواعل الداخلية، علينا أن لا ننسى رومانسكي، علينا أن لا ننسى بلاسخارت، علينا أن لا ننسى إيران. هذه الفواعل وهؤلاء الأشخاص الراعين للعملية السياسية في العراق لا يريد في هذا الوقت إثارة فوضى قد تنعكس على الشارع العراقي، وخصوصا نحن نتكلم عن عملية سياسية اليوم عرجاء وقلقة بسبب ابتعاد التيار الصدري. أنا أتوقع أن ما سوف يعني ما سوف يتم اختياره سوف يوافق عليه الإطار التنسيقي لاعتبارات أخرى. هم يريدوا الإسراع في إقرار قانون المفوضية، يريدوا أن يمضوا بالانتخابات، فبالتالي أي عرقلة هي ليس من مصلحة العملية السياسية. عرقلة اختيار اسم من السيادة قد يكون نهاية لهذه العملية السياسية. هنالك أطراف في الدولة الموازية المظلمة حقيقة لا تريد في العراق أن يكون هنالك قائدا شيعيا يبرز، ولا قائدا سنيا يبرز، ولا قائدا كرديا يبرز. هذه النظرية هي معمول بها ومنذ فترات في العراق، فبالتالي كل من يحاول أن يرفع رأسه يجد له ما ينهيه، سواء بالقانون سواء بأمور أخرى. فبالتالي أنا أرى أن يعني ما يحصل اليوم هو ليس فقط استهدافا للحلبوسي، هنالك مشاريع أكبر في العراق. عملية التفتيت للمكونات هو ليس جاء احتباطا بين الأكراد والسنة والشيعة، هذا مخطط. من صاحب هذه المشاريع برأيك؟ استاذ عدنان، هذه مشاريع يعني دولية مشتركة بها الداخل والخارج، فبالتالي أنا أرى من وجهة نظري أن جغرافية الأنبار، انتبه علي، جغرافية الأنبار هي من أطاحت بالحلبوسي، وليس عملية التزوير، وليس عملية الحنت باليمين ولا غيره. شلون يعني؟ هذه الجغرافية المهمة التي ممكن، جغرافية الأنبار، موقع الأنبار في هذا الوقت وسيطرة الحلبوسي في هذه البقعة الجغرافية هي من أطاحت به. هم يريدوا أن تكون الأنبار نينوى ثانية، فبالتالي أكيد لم يطب لهم بقاء الحلبوسي وتسلطه وفوزه في مجالس المحافظات القادمة، وممكن أن يحقق يعني نسب عالية، وبالتالي ممكن الحلبوسي يعني مستقبلا يدعو إلى إقامة إقليم السنة. هذه كل هذه المعطيات هذه موجودة على الأرض، يعني واقعا للحال.